إذا إخواني أحبابي، اعتزوا بدينكم، اعتزوا بإسلامكم، وتظهر دينك، وتظهر إسلامك. أنتوا ربنا جعلكم الحمد لله قدوة. أول الثورات كنت أنتوا، أنتوا اللي بدأتوا، وكله مشي وراكم الحمد لله. نقول اخترناك واحد يمشي وراكم. حلو. نفسي بقى يا رب بعزتك وقدرتك زي ما كانت تونس أول بلد تقوم بالثورة، تونس أول بلد تطبق الشريعة الإسلامية. تطبق الإسلام وتطبق الشريعة الإسلامية تبقوا قدوة. الناس تقول تونس بدأت بالثورة وبدأت بتطبيق الإسلام، نتبعهم ونمشي وراهم زي ما مشينا وراهم في الثورة. بس عايز أوضح، الله أكبر، بس عايز أوضح حتة، الله أكبر، الله أكبر، عايز أوضح حتة بس عشان نعرف. العلمانيون والليبراليون والرقاصون والبتنجانيون هياخدوا الكلام، الحاقدون على الإسلام، الكارهون للدين، نقول لهم أولا موتوا بغيظكم.